بسم الله، من حكاية الظهر الجديد ده في 2016 وظهرت في 2015 R2 اللي هي الريفال كونسترينتس، اللي هي عبارة عن ايه؟ في زرار هنا لما بدوس عليه بيبدأ يقول لي الحاجات اللي بينها وبين بعض علاقة، تمام؟ يعني في علاقة مثلا بين الحيطة ديت وهنا، لو ده اتحرك ده يتحرك معايا، تمام؟ ممكن أعمل الموضوع ده ازاي؟ ممكن لو علمت على أي حيطة، مثلا الحتة ديت في دايمنشن هو بيظهر، الدايمنشن ده temporary مؤقت هحوله لدايمنشن على طول بإن أنا بدوس هنا، وبعد كده بعلم على الدايمنشن أو ممكن أرسم دايمنشن من هنا على طول هقفله، تمام؟ بحيث إن لما الحتة دي تتحرك ده يتحرك معايا، كده في علاقة بين الاتنين. طيب دلوقتي أنا لما عملت كده بحرك الحتة دي، الحتة التانية بتتحرك معايا هي. لو انا عايز اشوف العلاقات اللي موجوده في المشروع كله بروح دايس هنا، بلاقي ان ده ظهرت معايا، وبرده نفس الفكره في اي حته هاجي هنا اشوف الدايمنشن اللي هيظهر لي، او ان انا ارسم دايمنشن على طول. قفلت ديت، تمام؟ مجرد ان انا هحوله علاقة منهم خلاص، هو اوتوماتيك حتى لونه اتغير بحيث يقول لي دي العلاقات اللي موجوده في المشروع، بحيث اعرف انا لو حركت ايه اللي هيتاثر بيه.